السلام عليكم، معكم فاطمة زهراء القرطبي. اليوم حنا في طنجة مجموعين في صدد تحضير عمل فني ان شاء الله خرج قريبا ويعجبكم. معنا في هذا العمل الملحن رضوان التيري، الفنانة المطربة الجميلة صديقة خولة بن عمران، الكاتب زكريا الحداني، منتج هذا العمل مهدي محجور، الموزع أشرف نسفية، الفنان المحبوب شاب رايان، مخرج هذا العمل فيصل الحليمي. كنتمنى إن شاء الله أن هذا العمل ينول الإعجاب ديالكم ويروقكم يا ربي. وبهذا المناسبة كنتمنى لكم الصفحة ديالكم المزيد من الاستمرار والعطاء إن شاء الله، وجوايز أنيفرسار. سنة سعيدة. غزة راها تستنجد ولا حد سامعها، وبيوت الناس تتهد والعالم شايفها. تعزش حتهم ما ماتوش يا مسلمين مالكم ساكتين بين الملايين لاحتلال باقين راضين فيكم يا توش انا ربي ما ينساش الظلم ما يقبلوش وعكسين يا رب يا مسلمين مالكم ساكتين بين الملايين لا احتلال فيكم يا رب يا مسلمين مالكم ساكتين بين الملايين لا احتلال فيكم السلام عليكم، معكم جمال، كل جميل جمال على حسب الشيء الاخر. المهم حنا بسبب تصوير واحد السلام عليكم، أخوكم الفنان ياسين الشبيبي،
الناس المشاركه ديالي في هذا تضمن تضمن الشعب الفلسطيني وكرامتي. هذا هي رساله، هي رساله لجميع المسلمين والعرب، جميع من يحمل في الضغط الانسانيه، ان كفاكم صمتا وكفاكم تهاونا على القضيه الفلسطينيه. نسال الله تعالى له النصر والتمكين باذن الله تعالى. شكرا. السلام عليكم، معكم زكريا البنيت، كاتب كلمة ديال الملحمة ديال غزة، بالمناسبة مع الشاعر محمد المغربي السميع الجزائري. نتمنى أن هذا العمل إن شاء الله بحول الله يوصل لجميع العرب في جميع أصقاع العالم إن شاء الله، أن يكون فاخر باش فلسطين تولي حرة إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم، معكم رمضان الديري، خدمت في هذا العام في الحين، والحمد لله احنا فرحانين اليوم عندنا نهار ديال التصوير اللي هو كان يوم متعب بزاف، والحمد لله حنا تصوروا في واحد البلاصه هنا اللي كان من الاختيار ديال المخرج فيصل الحليمي اللي كنشكروه بزاف على الخدمه اللي خدمنا على هذا الموضوع هذا. وان شاء الله في هذا العمل هذا اللي بغينا منه هو انه نضمنوا الشعب الفلسطيني، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا العمل. سلوى ألوف، أنا فرحانة بزاف حيت مشاركة في هذا العمل، حيتاش بيانسو حنا كنوقفو فينا و حنا كنا عايشين معاهم، معرفناش كيفاش نساندو بشي طريقة أخرى، و كنبغيو نوليها الطريقة إن شاء الله غتبينو أننا حنا معاهم، و إن شاء الله كنزولو بالفايدة. مساء الخير، أنا خليل جمال المنشط الإذاعي. احنا دلوقتي بنقرر ان احنا بنحضر فيديو كليب عن غزه، يمكن ده اقل حاجه احنا نقدر ان احنا نقدمها للفلسطينيين. الدعوه جت لي من رضوان مراحل العمل وبعض الناس اللي بتشتغل في العمل ان احنا نكون نشارك في الفيديو كليب، وانا مبسوط جدا ان انا اشارك في حاجه زي كده، خاصه ان انا مصري وعايش هنا في المغرب. ف يا رب كل احنا مسلمين، ربنا يهون الدنيا على اخواتنا في غزه ويصلح الحال ويرحمهم من اللي هم فيه، ويا رب نشوف الفيديو كليب يعجبك. غزة راها تستنجد ولا حد سامعها، وبيوت الناس تتهد والعالم شايفها. غزة راها تستنجد ولا حد سامعها، وبيوت الناس تتهد والعالم شايفها. سمت ما عنده باش ينفع، لازم وقت أحرار